هم أول من يحتاج لهذا الخلق الحسن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربيان صغيرا. بعضنا يصير مع الناس أخلاقه طيبة ومعزمة عن أصدقاء، لكن كيف أخلاقه مع أهل بيته وكيف أخلاقه مع والده؟ أول من يحتاج لهذا الخلق الحسن وأول من يحتاج لهذه الأخلاق وأول من يحتاج لحسن المعاملة منهم هم أهل بيتك، الأقربون أهل بيتك، ثم أبناء عمومتك، ثم جيرانك، ثم اللي حولهم، ثم عقبين عدد الآخرين. فأول من يكون له حسن الخلق هم الوالدين. فلا شك أن الإسلام حث على حسن الخلق وحسن الخلق للثمرات، وكذلك مفتاح للقلوب. فنبدأ بداية مع أبو ماجد الشيخ محمد والشاعر محمد الخثيلة. الله يطول عمرك يا أبو نايف وأبرك الحزات، الله يبارك. ونسأل الله عز وجل الهداية والسداد. موضوع حسن الخلق موضوع لا يستهان فيه، لما له من فضل وما له من أجر عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لو لم نأخذ بس إلا هذا الحديث، أقربكم أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أصحاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نسيت نص الحديث، أصحاب الخلق الفظ. وحسن الخلق أهميته يعني مقدمة على غيره، والدليل حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال أحسنكم خلقا، أو إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأحيانا يلتبس على الإنسان بعض الأمور، لكن يوم نجي نعرف مثلا حسن الخلق نقول طلاقة الوجه والكف الندي وكف الأذى. طلاقة الوجه أصلا حتى مع المسلمين ومع أخوانك المسلمين لو احتسبت الأجر فيها لكانت صدقة. كل يوم أو عند كل لحظة تقابل إنسان وتبتسم في وجهه فأنت صدقت على أخوك المسلم. يقولون العلماء كما عرفوه طلاقة الوجه، أن تبتسم وأن تبش في وجه أخوانك المسلمين، وأيضا الكف الندي اللي هو بذل المعروف. وكثير من الحديث اللي تأيد هذا الكلام، منها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لو كل واحد على ما قال بس اجتهد في هذا المجال، ابتسامة وصنع معروف، صنع المعروف أحيانا كلمة، أحيانا بموقف مع أخوك المسلم، يوم تقف موقف وتمشي في حاجته، السلام. هذه أيضا من حسن الأخلاق. ما بالك عاد أيدها حديث آخر قال لا إله إلا الله، من مشى في حاجة أخيه، يا أبو نايف من مشى في حاجة أخيه السعي في مجال إخوانك وصنع المعروف معهم، وأيضا كف الأذى اللي هو عدم يعني الإساءة لإخوانك المسلمين، عدم فهمهم الفهم الخاطئ، عدم يعني تحليل بعض الكلمات اللي تجي أحيانا عفوية وتحسب في غير مكانها. والأحاديث كثيرة في هذا المجال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. الحديث يقول من مشى بحاجته خير الله أن يعتكف في مسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله، نعم نعم. فهذا من 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 نعم. أيضا الكف الندي، نعم، اللي هو عرفوه العلماء.
وأيضا يعني أحق الناس بحسن خلقك أهلك، مثل ما تفضلت قبل شوي والدينك، نعم. ثم بعدهم زوجتك، ثم بعدهم أبنائك. فسبحان الله، إذا كان الإنسان صاحب خلق وصاحب بشاشة وصاحب، سبحان الله، حتى ينعكس على أهل بيته، زوجته، أبنائه. ومن الأحاديث اللي استوقفتني صراحة حديث عائشة رضي الله عنها، عندما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير، ونصبح على الشيخ محمد المقبل وإبراهيم. يا مرحبا، الله يصبحكم الله بخير جميعا، اخواني الموجودين معنا. يقول: ما ابطا بالسير الا كبره. اي والله الزحمه صادفنا شوي، واسف على التاخير. معذور معذور. الله يوفقك. نصبح على اخواننا واخواتنا المشاهدين، نقول لهم صباحا معطر بريح المطر، ويجعله ان شاء الله صباحا مبارك وسعيد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. امين. وموضوعنا اليوم طبعا عن حسن الخلق مفتاح القلوب، حسن الخلق مفتاح القلوب. فلعلك تتكلم فيه بعدين ننتقل عاد. احنا قبل قد خلنا نبدا بالاخ عشان لين سخن شوي. لين سخن شوي. لا انا بنجازيك جزء. ما احنا متعدينك. حسن الخلق ما وش خليت؟ لا شك. يعني اللهم صل على محمد اللي جمع شمائل الاخلاق. اللهم صل على محمد. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. نعم. والله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات أثنى عليه وقال: إنك لعلى خلق عظيم. مع أنه من أعبد الخلق. اللهم صل على محمد. وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، مع ذلك قال الله له: إنك لعلى خلق عظيم. والآيات في القرآن كثيرة، يعني: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. وكثير من الآيات اللي فيها اللي تحث على المعاني السامية والأخلاق الكريمة، والحديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق موجودة حتى في وقت الجاهلية، كان يمنعهم المروة والأخلاق من أنه يقتل غريمه في الحرم، كان ما يلقى غريمه في الحرم ولا يقتله، كلهم من وإذا كانوا يوفون بالعهد، وكانوا هذه كلهم من حسن الخلق. وعلى قول أبو ماجد جزاه الله خير، أنه يعني من أهم الناس اللي يتطلب منك أنك تعاملهم بحسن خلق اللي هم الوالدين، وهم أعلى ما يكون بعد حق الله سبحانه وتعالى، ثم الزوج والأبناء والبنات والإخوان والأخوات والأقارب، وهكذا تتسع الدائرة، وحتى يكون الإنسان يشتهر بهالأمر هذا. وحسن الخلق يحتاج الصبر والحلم والأناة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لشج بن قيس: إن فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأناة. فمن جمعهم يعني حلم وأناة، فالله يجعلنا وياكم من المحمودين في تعاملهم وأخلاقهم وسلوكهم. وهذه سيرة عطرة تبقى للإنسان حتى بعد وفاته. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقبي، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخمي. هذا أحمد شوقي. فالأخلاق هي وإن من الأم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم صل على محمد. الله أكبر. والخلق ذهب لا شك، الخلق الجميل ذهب، شيء يعني كنز. نفيس، شايف؟ لا صار يملكه. ها؟ نادر لمن يملكه. صح، نعم، لمن يملكه نادر حقيقة. تلقى كل يحبه، لا في العمل ولا في. صح. أبو فيصل أسلم، تفضل. أول شيء بارك الله بإخواني، ما قصروا، تكلموا كلام جميل للأمانة، وأنا استفيد عليك زود الأمانة في الخلق، وهم أصحاب أخلاق رفيعة دائما. الله يسلم. بلا شك أن الإنسان لا يرى من الإنسان الآخر دائما إلا حسن الخلق، باقي العبادات هي بين الإنسان وبين ربه. صحيح. صح. فإذا
الخلق يحبب في الإنسان الصغير والكبير والمسلم وكذلك غير المسلم، وربما تكون أنت سبب في إسلام شخص بحسن خلقك وتعاملك. فالشيء اللي دائما نراه عدم أصحاب الخلق الجميل أنهم يحبون أن يعاملوا بأخلاق حسنة، صحيح، لا يقبلون الخلق السيء وهو أخلاقه لك عليها، صحيح. فهذه سبحان الله العظيم، الإنسان هو ما يقيم نفسه إنما يقيمه الآخر. نعم. فالأخلاق الحسنة لها ثمرات لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها دائما أول شيء مغفرة الذنوب بإذن المولى عز وجل، والبركة، ومحبة الناس، وحل مشاكلهم الصغيرة والكبيرة. اللي ما عنده أخلاق لا راح يسوي شيء ولا راح أحد يقبل منه. فمتى ما كانت أخلاقك حسنة هي الإنسان، فأنت بإذن الواحد الأحد على خير وعلى عطاء مقبل وحلقة وصل. دائما الإنسان لما يحصل عنده إشكاليات هو صاحب رأي، هو صاحب فضيلة، شيء يخصه ما راح يبدأ في إصلاحه، ربما يلقى إصلاح عند الآخرين، توجيه من الآخرين. هو يسعى في جميع الإشكاليات ويحل الإشكاليات، لكن لا صارت عنده دائما سبحان الله عظيم تلقى الناس هي اللي تحل إشكاليته. ليش؟ لأن كل إنسان مرآه للآخر، صحيح، في الأخلاق. فدائما الأخلاق دائما عواقبها محمودة وعواقبها حميدة، وتضيف على الجميع روحانية، أجواء روحانية، تعالف، أخوة، محبة، عكس الأخلاق السيئة. الله يحمينا وإياكم منها إن شاء الله. هذا ما أحببت مشاركتكم فيها، نسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم في كل عمل جميل. حقيقة فعلا يعني أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. مرة جيت لي واحد سيرت عليه، جاني وليد له صغير، فسلمت على الوليد وجلست عندي وسولف أنا وياه، قلت تحب أبوك؟ قال لا. نسأل الله العافية. قلت ليش؟ قال أبوي عصبي. لا أبوي دائم زعلان عصبي. فعلا يعني لا. الواحد فعلا كيف يكون دائما في بيته، في يعني عند أهله، صادق والله، كيف يكون شوف هالولد الصغير ذي كيف يعني صنف أبوه وخرج الحب منه، يقول أنا ما أحبه. قلت ليش؟ كان العصبي أبويا، أبوي دائم معصب والله يزعل. نعم. فهذا هو طفل يعني ما يعي يعني، صحيح، كيف الآخرين، كيف الزوجة، حتى لو كيف الإخوان، إخوانك، كيف أبنائك الكبار، لو ما أظهروا لك يعني الشيء هذا وبينوا لك، لكنه تلقاهم في أنفسهم، نعم، من داخل، صحيح، يصير الحب ضعيف. لماذا؟ لأن أخلاقنا ما هي بحسنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنا زعيم في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن خلقه يا الله فضلك. منزلة ما هي بسيطة تراها، المنزلة عالية. حسن الخلق التصفه الأنبياء، صفة طيبة تصفه بالأنبياء. فحنا كيف نتصف بهذه الصفة؟ صح. ترى الحلم يأتي بالتحلم، ما هو يجي عمر الواحد فطرة فيه، والعلم بالتعلم. والعلم بالتعلم، صح. فكل شيء تدريجيا، صحيح، يجي عند الإنسان. فكلما الإنسان تعلم وتحلم وصار عنده وصبر وجنب عن ذية وخلى ذية وابتسم، يا أخوي ابتسم ابتسم، خلك مرح شوي. الابتسامة تدري أنها مفتاح للقلوب. يقول لي واحد، يقول أنا بيني، وهذه قصة قد ذكرت أكثر مرة ولكن فيها عبر، يقول بيني وبين رفيج لي مشكلة، وبيني وبين خصومة في مزرعتي، في جنب مزرعتي، وبين خلاف في وضع الشارع بيننا، هو يبي من أرضي وأنا بي من أرضه، وصار بيننا خلاف وتزاعلنا وكذا، وصار يعني بيننا مشادة كلام. فأنا وياها صار بيننا مشكلة. قال حتى أني يعني من قوة غضبي عليه تمنيت له الموت، وهو كذلك تمنى له. لا إله إلا الله. قال فصار بيننا يمكن 7 سنوات أو أكثر ما حد منا يسلم على الثاني، على سبة هالخلاف ذا
قطيعة أبد، قدم من ساب أخر من ساب شايف كلها على طفاسة ما هي بشيء. يقول في ذاك اليوم يقول أبناء يقول جاني مرض يقول فانقلوني المستشفى للطواري، يقول خلاص عيالي خموني وعلى الطواري. قال أم جيت الطواري وحطوني على السرير، قال لي يا رفيزي في جنبي جايبينها عياله. قال لي والله أفكر الحين، قلت أنا هالحين يعني بيني وبينه قطيعة وبيني وبينه خصومة، وطول هالسنين يعني ما ترفع لي أعمال والآن تجاورنا، وهالحين أنا وياه يمكن ما ندري من أنا موت الأول ولا هو، يا سبحان الله. ويقول أفكر في نفسي وأفكر في عيالي وأفكر في مستقبلي، والله طال عمره شايف حتى ورثنا العيالنا الحقد ورثنا العيالنا. يقول قلت لولدي ساعدني ساعدني لأبوك أبا أروح للرجال، قال لي بقى هذا رفيزك هذا خصيمك تروح الحين أنت وياها وتسأل أنا الحين مديد عليك ولا طال عمره، ولا يحسب أنك الحين يوم أنك جيت أنك تتلفظ عليه وغلط عليك بكلامه. يقولت بس ودري له ودري له. قال ولدي طال عمر يحملني يا الله ماسك لي شايف، قال وله في جنبي يقول الكرسي ما بيني وبينه يمكن. قال مشاف نجيت قال لي والله يوم ما ننشح ننشح الا الغداء، يقولون مثل الضب كاش. لا اله الا الله ما انتفخ الشيطان اي خلاص. قال وانا ابتسم، قال يوم ابتسمت لان ما يمكن يجيك واحد غضبان مبتسم ما تجي صحيح ولا تجي ما تجي لا ما تجي ما تجي مبتسم وغضبان ما تجي تسمع كلها. يقول يوم ابتسمت لي والله يوم انه تنه هذا شوي، يقول انا اجف يقول اجف يمكن يجي لي مثل عنه. قلت يا فلان انا الان في الطواري وانت في الطواري ولا ادري من هو الميت الاول منا انا ولا انت، لكن تراي مبيحك ومسامحك واللي تبي من ارض يخذه. يا سلام يقول ارضنا كبيره بس يقول الشيطان اللي زرع بنا ضيقها عليه اي ضيقها انا. يقول قلت اللي تبي من ارض يخذه وهالحين سامحني وبسامحك والله يبيحك ويسامحك. انت اني مت الاول فانت مسامح وانت سانك مت الاول فانت مسامح. قال لي والله طال عمر يوم قال لولده اقعد لي اجعدني، قالوا يجعدونه. قال ها ترك انت بعد مسامح ما شاء الله والله يبيحك ويسامحك. قال وسلم على ويسلم علي وكل منا. قال وتدوب الحمد لله صداقتنا بعدها ونجتمعون عيالنا اللي من اول ما قالوا صار طال عمر الحين انا وياه ربع وحبايب. شفت ففعلا شوف كلها بحسن الخلق تملك قلوب الاخرين والمبادرات يبونها اكيد اللي يبدو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خيركم الذي يبدو بالسلام. نعم اذا تقاطع اللي يبدا بالسلام هذا يكسر الحاجز تحسب له صح الاولى. فهذا الرجل يوم راح لهذا الرجل بادر. اول ما قابله توقع انه عن طريقه الموضوع وشحن الموضوع، لكن بادر بالابتسامه وبادر بالكلام الطيب كسر الحواجز كلها وبالسلام وبالسلام يا سلامان ما يحتاج. اي والله وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم رسول الله. قال فشو السلام بينكم؟ السلام السلام سبحان الله. هو المعاملة اللي إذا تبيها من الناس بعد صح عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. الله الله السلام بس ما هو برد السلام وبس، حتى في بسط الوجه أي والله حتى في الابتسامة حتى في هذا كله السلام. السلام من معانيه بعد يعني إلقاء الأمان صحيح. حتى من أول يعني يوم على ما قال الجاهلية ويوم سبحان الله إذا أقبل عليهم الرجل ولا سلم خذوا حذرهم منه. نعم صحيح ولا عاد يعني لا أمنوه ولا أمنوه بعد وفي مضمر شر هذا هي خلاص. ولكن إذا ألقى السلام ألقى عليهم الأمان وخذ وكسب أجر تحية الإسلام. من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ 30 حسنة. يا الله ونذكر القصة اللي صارت في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل الرجل وسلم ودخل الآخر وسلم دخل فكل واحد اللي قال السلام عليكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، دخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. يا الله مفضل. فالمسلم حري انه يكون حريص على بذل السلام على على حسن الخلق ومعاملة الناس المعاملة الحسنة. ايضا الهدية
هذا من كف يعني من الكف الندي. يوم قيل في حسن الخلق طلاقة الوجه والكف الندي وكف الأذى، أيضا منها الهدية كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. ففي الهدية سبحان الله ترقيق وكسر لبعض الحواجز. أما بالنسبة للسلام فاذكر لي قصة صارت على اثنين سبحان الله. حصل جيران بين يذكرها لي رجل يقول صارت علي أنا بنفسي، يقول أبوي عندي يقول وطلع للمسجد وحصل بينه وبين الجار مشكلة وتلاسنوا، يقول توقع الجار أني لا مني جيت أني أبا على ما قال أنتقم لأبوي وتكلم عليه. يقول يوم جيت وفهمني أبوي الموضوع وعرفت أنهم كل منهم على ما قال أطال لسانه على الثاني، يقولوا لين المذن يذن صلاة الظهر، يقول وانا اطلع، يقول على طلعتي يقول لين الجار واقف على الباب يعني ما يبغى يدخل جوا البيت عشان ما يقال خاف وزره يواجههم. يقول يوم طلعت يقول لين واقف عند سيارته وقدام باب، يقول وامره ماخذ جنب الشارع الثاني، يقول قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعديت يقول ما رد السلام، صليت ورجعت. يقول يوم رجعت يقول لنا على الباب ما أدري هل صلى ما صلى، يقول السلام عليكم، يقول ورحت. يقول يوم جاء صلاة العصر ومريت يقول للرجال واقف، قال يمكن هالحين علمه أبوه وجاي. يقول يوم مريت قلت السلام عليكم، يقول ماخذين جنب الشارع الثاني ما أبغى أقرب منه. يقول يوم رحت للمسجد يقول أثره انكسر، أثر فيها السلام، تأثر فيها السلام يا الله. يقول يوم جيت من المسجد يقول لنا الرجال في وسط الشارع، يقول الله المستعان احتري قبل شوي عند باب العيد قام يقلط. يقول يوم أقبلت عليه يقول للرجال يوم هش وبش في وجه، يقول ويسلم علي السلام الحار، يقول قال والله التقلط، يقول أنا وراي أبوي وجايني من بعيد، يقول ويعتذر، يقول واخذه يا الله، يقول والظاهر راح معه لأبوه، يقول ورجعت الأمور من أحسن ما يكون، وكان سببها الحمد لله يا سبحان الله خلق هالرجل وتأنيه وحلمه وسلامه مفتاح القلوب. نعم صحيح. يوم يقول أبو نايف مفتاح القلوب سبحان الله في حسن الخلق السلام، ألقى السلام في الأولى، ألقى السلام في الثانية، ألقى السلام في الثالثة، عرف الجار بأن هذا الرجل احتواه كامل ما في قلب الشيء واحتوى الموضوع. نعم. ودمحه. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وحسن الخلق. آمين آمين. أبو إبراهيم يعني قال الله تعالى واصفح الصفح الجميل، وقال واصبر صبرا جميلا، وفي آية ثانية نسيت لكن كلها عن الجمال يعني الصبر الجميل والصفح الجميل، فكل هذه من الصفات انه تصبر الصبر الجميل يعني تصبر بدون ما تظهر انه يعني انا صبرت انا ما ادري ايش من الكلام هذا، او تصفح الصفح الجميل صفحت عن فلان خلاص اصفحت عنه بكلامه السيء او بخلقه السيء او باسلوبه، ما تجلس في المجالس انا والله سوابي قال لي حط، لانه هذا من تصعيد الخصومة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق إذا خاصم فجر، فبعض الناس يصير بينه خلاف بينه وبين أخوه مثلا، يعني أي خلاف بيصير بين الأخوان تلقاه يصعد الخلاف إلى عياله، ترى ما أسمح لكم تروحوا البيت عمكم، ترى ما أسمحكم تزورونه بزوجته، ترى ما تروحوا المناسبات، دخل في القطيع. طيب ليش دخلت في أنت صيبة. في موضوع معين بينك وبين أخوك حاول أنك تحتويه بهالموضوع فقط، ركز على هالموضوع اللي بينك وبينه، ولا يمنع انك تعامل اخوك قدام الناس تسلم عليه وتقوم بواجبه لكن واذا بعض الناس اذا تخالف مع زوجته نفس الشيء خلاص نسي كل الأربعين سنه او ثلاثين سنه الماضيه على خلاف شهر او اسبوع او اسبوعين، ليش نبيع الرجل تبيعه على اخر موقف؟ زميلك اللي في العمل او صديقك او قريبك أنت هو معك 20 سنة 40 سنة 30 سنة حسب خوتكم يعني،
يعني كل السنوات هذه ما سوى حسنات، ونفرض انه مخطئ اليوم، نفرض انه الخطا 100%، نعم يعني نمسح اللي ماضي كله، فلازم يصير الانسان متوازن بعواطفه. صحيح. اصفح الصفح الجميل يعني، وخذوا العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يعني خذوا والعفو وينه؟ العفو عند المقدره. هذه كلها من الاخلاق اللي امر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصه يعني وردت، بس انا بجيب نسيت الاسماء. يقول كان في بحد قرى القصيم قديما رجل مستاجر بيت من واحد، وتعرف الديره كلها ما فيها الا مسجد واحد، فحل الاجار على الرجل هذا، ما مستحي انه يصلي لانه يشوف صاحب البيت ولا عنده يسمونه كروه، ما عنده كروه يعني اللي هو الاجار، فتغيب عن المسجد صار يصلي بالبيت. ما في مساجد مثل الحين، انك ما عجبك المسجد ذا تروح المسجد هذا، فصار يصلي بالبيت ففقدوه الامام، مستحيل لا يقابل ما يبي يشوف مالك البيت على قولهم الكروه. والكروه حاله الاجار يسمونها منو يسمونها كروه. فجاء الامام زاره بالبيت، وش لا ما يشوفك تصلي معنا؟ قال ما شاء الله حسبه مريض. ايه قال والله يا ابن الحلال، هم على كل يتفقدون الانسان سواء نعم. كانوا كذا من اول نعم. عدون حتى الاسامي نعم. صح هم مثل الحين. قال والله انا يا ابن الحلال لا جار علي ولا ودي اشوف فلان، سماه يعني يعرفوا الامام انه هو صاحب البيت وما لي وجهه قابله. المهم الامام تاثر وراح، قال له خلاص يكون خير ان شاء الله. يوم صار صلاة الفجر قال يا جماعة في واحد مستاجر ذا ولازم نجمع له مبلغ، ما قال اسمه ولا شيء. ولد عمه ولد عم المالك عرف انه هذا، نعم قال يا احمد، اسمه احمد، يا احمد اتق الله. يوم طلعوا الجماعة الرجال تركنا الصلاة علشانك، راعي البيت موجود. اي هو يتكلم مع راعي البيت الحين. اي موجود معهم كل الحارة نعم. يعني قريب. فيقولون يوم طلعوا من الصلاة بدأ يمشي بالشارع ذا ويكلم نفسه اللي هو مالك البيت. الحين يا أحمد فلان يسمي راعي البيت، والله نسيت اللي تارك الصلاة علشانك. يا أحمد فلان بدأت يرددها، تارك الصلاة علشانك ما تتقي الله، ويروح للبيت ويأخذ الصك حق البيت، ويروح لما البيت يطق على راعي البيت. يوم طق على البيت ردت المرأة قال فلان، قالت مو فيه خايفة على درت انه هذا واسمعوا عرف صوته. قال الا فيه، انا متاكد انه فيه وعندي علم انه فيه، خليه يطلع ما لها مهنة للعافية. المهم مسكين طلع يعني مكسور وجهه، وش يسوي؟ بانوا على كلامان. فطلع وقال له تعال، مسك يده وراح ما يدري وين بيروح. راحوا للسوق، القاضي له محل بالسوق، القاضي اللي كاتب البيت باسم الرجال الاول للدكان. قال يا فلان يا شيخ، هذا حل عليه الاجار، وانا الحين اشهدك ان البيت له، اكتب البيت باسمه وفكنا، انا ما صلى علشاني كم يوم، ما صلى بالمسجد. شوف خوف الله كيف والخلق، انه ما صلى علشاني بالمسجد كم يوم، اكتب البيت باسمه. وش كيف نعجب؟ نعجب لكرم الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل اللي كان يطلب الكروه فقط واعطاه الله البيت كامل ملكه، او للجماعه المسجد وتكاتفهم وتعاونهم وتفقدهم البعض هذا، او نعجب للمالك البيت وخلقه اللي وتقواه الداخلي اللي قال كيف انسان يترك المسجد من اجلي، اعطاه البيت كله، ما قال سامحتك على الكروه فقط، البيت كله قال اعطاه البيت كله كامل كتبه باسمه. هذه المروات وهذه الاخلاق اللي امرنا بها، ولا هي عجيبه على علينا كموحدين واهل دين ونبينا محمد وقدواتنا الصحابه عليهم السلام وابائنا واجدادنا، كلهم كانوا هالخلق وكرم وجود واحسان. فالله يجعلنا واياكم مقتدين بهم ويهدينا الصراط المستقيم. امين. جزاك الله خير. فعلا قصه جميله حقيقه، وفيها عبر، والله فيها عبر، كيف الواحد يعني تنازل عن حلالك كله من اجل صفاء قلبه وخوف من الله، خوف من الله سبحانه وتعالى. يقول انه كيف ما يصلي على شاري؟ ما كل واحد يعني يجي عنده مثل يعني القدره هذه انه يتنازل عن صح ماله. ابو فيصل اسلم، ومثل ما تكلم اخوي المذب الله يجزاه خير، واخوي ابن خثيره الله يجزاك، ان الانسان عنده رصيد كيف 40 سنه تمسحها الانسان في وقت وجيز بسبب خطا واحد في موقف واحد، عشره عمر وحياه دامت مليئه بالعطاء والخير، ومجرد خطا مسحت هذه الحياه كلها. ف
سبحان الله العظيم الأخلاق هي موهبة من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. كثير ناس نرى عليهم سمات الخير ولكن تجدهم غير مقبولين أخلاقيا. سبحان الله العظيم لأنها توفيق من الله سبحانه وتعالى. لا شك. فيقول أحد المشايخ مشايخنا الله يجزاه خير ويحفظه وإياكم، يقول كل إنسان عنده هوى وعنده عقل وعنده عاطفة وعنده مروءة. هوى وعقل وعاطفة ومروءة. هوى وعقل وعاطفة ومروءة. هذه الأربع يأتيها الأمر. يأتي على العقل وعلى العاطفة وعلى المروءة وعلى على العقل وعلى الهوى وعلى العاطفة وعلى المروءة. فيطبق هذه المعايير. أولاً الهواء يأمرك دائماً بالأنفع في حياتك، طبيعة الهواء يأمرك بالأنفع. العقل يأمرك دائماً والعاطفة تأمرك بالأرفق. أرفق نعم. والعقل يأمرك دائماً بالأصلح، والعاطفة تأمرك دائماً والبروة تأمرك دائماً بالأرفع. بالأربع. فإذا تزاحمت عليك هذه الأربع. الأربع ماذا تختار منها؟ الله. تختار المروءة. نعم. لأنها عاقبتها حميدة ومسلكها آمن. الله الله. هذا مشاركتي في تعقيبي في هذا الموضوع. ما شاء الله. يا أخي ذكرتنا بقصة وكلامك تم ذكرتنا بقصة الرجل وأبي ذر الغفاري رضي الله. اي هذا رجل اتى على راحلته والظاهر انه وطاله ديرته ما فيها نبت، يوم شارف على المدينه ومزارعها ما عاد ملك بعيره، قام ياكل من المزارع. فجاه رجل راعى الحلال وراعى المزرعة بأسلوب فظ وغلظة في الكلام واشتمه وتكلم عليه وقال كيف تترك بعيرك ياكل من مزرعتي؟ قال يعني انه بعير وان اللي بياكله اجرها اعظم من اللي هو بيخسرك، وش العشب هذا اللي بياكله؟ قالوا من أذلك تأكل عند تفكه يأكل عندي؟ تشاجر هو إياه وقام الرجل أثناء المشاجرة وضرب راع المزرعة وفقع راسه وتوفي. هرب يبى النجاة الحين بنفسه من أول جايين يبى المدينة، ما أدري عاد وش غايته منها. شافوه أهل المزارع وأهل المنطقة لحقوه ومسكوه وجابوه للقاضي. يوم جابوه قال القاضي يعني ما دعاك على ذلك وليش قتلت الرجل؟ أخبره. سأل الناس قالوا نعم والله أن الرجل هذا غريب يعني ما نعرفه، ما هو من أهل المنطقة عشان نقول بينهم عداوة ولا. المهم قال القاضي إذن القصاص. رق الرجل ورق قلبه قال يا إن لي صبية وزوجة أبرجع وأخبرهم وأمنهم وبجيكم. قال الرجل ومن يعرفك ولا من يكفلك عندي؟ لا أنت عليك دم وعليك قصاص. قال الرجل سكت ما حد يعرفه. فتكلم القاضي في المجلس من يكفل الرجل؟ ما حد كفله. تحركت مروءة أبي ذر الغفاري صاحب الله رسول الله يا الله رضي الله عنه. طراه يوم تقول المروءة قال أنا أكفله. قال يا أبا ذر رضي الله عنك
صاحب رسول الله. هذا رجل ما نعرفه ولا تعرف. ترى قصاص ما هي بالدعوة. قصاص. ايه. ترى أنت تأخر بأخذ القصاص من كنت. قال أبي ذر الغفاري أنا أكفله، دعه يعود لصبيته وزوجته ويؤمنهم ويجي. قال يا رجل، قال نعم، قال قبلنا كفالة أبي ذر وأنت معك يومين. بعدها سنقيم القصاص عليك أم على أبي ذر. قام الرجل وشكر أبي ذر على موقفه وانطلق، وصل أهله وأمنهم، ويوم أمنهم قامت الزوجة تحن عليه وتقول له يا رجل أنجاك الله منهم، لا تعود ولن يقيمون القصاص على صاحب رسول الله أبي ذر، سيتدخل الخليفة. وبدت تلح عليه وتلح عليه، والضغوطات والضغوطات، ولكن أبى إلا أن يفي بموعده. يا الله، الله أكبر. وجاء تأخر تأخر تأخر، يقال حتى أنهم أخرجوا أبي ذر الغفاري للساحة. يا الله. وقدموا السياف وحضروا الناس، وكان الموقف صعب جدا. أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله، الله، سيقام عليه حد القصاص. وإذا بصاحب الشاب يعني راحلة أقبل من بعيد وشافوه، بس وإذا به ينادي ينادي ينادي، الوقت خلاص، لا إله إلا الله، ينادي ينادي. قالوا يا القاضي كان موجود، قالوا صاحب الراحلة اللي أقبل ينادي وبصوت عالي، انتظروا قد يكون هو الرجل. وفي حال ذهول الناس وإذا به يقترب، وإذا به نفس الرجل، لا إله إلا الله، وإذا بصوته يقول قم يا أبي ذر، يا أبا ذر، وقد يعني وصلت. فنزل عن راحلته وجاء حتى مثل بين يدي القاضي، وقام أبو ذر وكلمه قال ما الذي أتى بك؟ يعني وش ردك علينا وانت تدري ان وراك السيف وراك القصاص، عندك فرص يعني؟ قال خشيت ان يموت الوفاء بين الناس. يا الله. قال وانت يا أبا ذر أتعجب مني؟ انت كيف كفلتني وأنت تدري أن وراي قصاص؟ ولا تعرفني. ولا تعرفني. قال خشيت أن تموت المروءة بين الناس. يا الله، أحسن أحسن، بارك الله. وإذا بأهل الدم يسمعون، قالوا يا قاضي لقد عفونا عن هذا الرجل. الله أكبر. فقد علمنا بأنه لا يعرف صاحبنا وأخانا، ولكن تغلب عليه أثناء الشجار وقد عفونا عنه أمام الناس. قال القاضي أعجب من هذا أم هذا، فما سبب عفوكم عنه؟ قالوا خشينا أن يموت العفو بين الناس. الله، الله. شوف الثلاث كلها، هذا خشي على الوفاء بالوعد وفاء مع أبي ذر، وهذا خشي على المروءة، المروءة أن تموت بين الناس، وهؤلاء بعد ما سمعوا قالوا عفونا عنه حتى لا يموت العفو، العفو بين الناس. يا الله، أحسن، الله أكبر، بارك الله فيك. ومن يقول يا غالي يعني ثلاث صفات جميلة حقيقة، جميلة جدا، لا فض فوق فيها. ومن يعني يقول إذا اجتمعت في رجل أو في مسلم كملت فيها الصفات، لأن الصفات سبحان الله العظيم الطيبة مثل ما يقولون تجي وراء بعضها. الله أكبر. شايف، والحياة إنسان يتعلم في هذه الحياة فيكمل النقص اللي في حياته في نفسه. فالأخلاق ما يمكن الإنسان يولد بخلق صح، ولكن تأتي اكتساب، تأتي اكتساب. بعضهم
قد الله يجعل الحلم في بعضهم جبلة ولكنها جبل, نعم. إيه جبل عليها ولكنها نادرا تكون جبلة أو يجبل عليها. فسبحان الله العظيم. فطبعا قبل ما نبدأ نذكر مشاهدين الكرام بالتواصل معنا على هاشتاج البزنس 57 وكذلك على الأرقام اللي تطلع على الشاشة. تواصلوا معنا بالاتصال بعد الساعة 10:30 بحديث حول هذا الموضوع وكذلك يكون مشاركتكم وأراءكم ونحن صدورنا مفتوحة لكم والحق نسعد ونسر بمشاركاتكم إذا شاركتونا. فمشاهدنا الكريم لا شك كذلك نذكر بالوقف وهو وقف اليتيم الأول بوادي عمود بمنطقة جازان. هذا الوقف هو خاص للأيتام والأرامل يصرف على 15 باب من أبواب الخير لهذا اليتيم. فكن سند وعون بعد الله سبحانه وتعالى لهذا اليتيم ولكفه عن المسألة وكذلك لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تفوز والرسول صلى الله عليه وسلم منزلته في الفردوس الأعلى. فعندما تفوز تفوز كذلك بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ونرجع لنكمل موضوعنا وهو حسن الخلق مفتاح القلوب. فلا شك دائما حنا كل بنا جربنا في أهلنا وفي ربعنا تلقى الإنسان صاحب الخلق محبوب. تلقى الإنسان سواء من رجل أو من أمرأة تلقى محبوب يحبونه الكبار والصغار كلهم يحبون هذا الرجل صاحب الخلق ودائم صاحب الابتسامة وصاحب. لكن صاحب الخلق السيء بعكسه مبغوض ومكره ولا أحد يعني يحبه ولا أحد. هذا الرجل مكروه فلا شك أن عنده صفات سيئة هي اللي خلت الناس يبعدون عنه. فكذلك كما أخبر الله عليه وسلم أنتم شهود الله في أرضه. فكما يكون مكروه في الأرض يكون كذلك في السماء. لأنه تلقاه راعي مشاكل وراعي شكاوي وراعي دعاوي وراعي طول عمره يعني تحريض الناس على بعضها ولا يرتاح. أعمالها أعمال شيطانية ما يرتاح إلا يشوف الناس في مشكلة ولا يرتاح. تلقاه طول عمره منك تكلمت في فلان أثنيت عليه قال يا رجال لا يهمك ما تعرف زين يا رجال أنا عارفه بخصمك. بدأ يقلل من قيمة الناس صحيح. وقد يكون ما عرفه تجي فلان قال يا رجال ولا بعضهم عمر يعني بس يعني برمز ولكنها احتكر بس إيه إيماء ولكنها احتكر. شايف فكلما احتكر الإنسان الآخرين لابد أن عنده هو مشكلة نفسية في نفسه في نقص في نفسه ما يكملها إلا باحتكار الآخرين. هو عنده نفسه هو مشكلة نفسية النقص فيه هو فما يكملها إلا أنه يستنقص من الآخرين. لكن الإنسان اللي يثق في نفسه الإنسان اللي عنده أخلاق عالية اللي عنده رقي وسمو في الأخلاق تلقاه ما يستنقص الآخرين بل عكس يفرح ويسعد إذا الآخرين. فشوف الأنبياء سمو خلقهم ما حتى الذي يؤذيهم ما استنقصوه ولا نزلوا من قدره. كم أبو سفيان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المشرك هذا الله عليه وسلم عندما انتصر عليهم في مكة كيف كان ما عملت معهم لسمو الخلق عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هبت عفى عنهم عفو شامل. ومن دخل بيت أبا سفيان فهو آمن وحط له منزل رغم أنه أبا سفيان حط له منزل ومكانه هو أصلا كان له مكانه قبل الإسلام صح. في قومه فلذلك ما نزل من مقامه ما قال لا انسخه والله وريه أي لكن لا حط له مكانه قال صح. من دخل بيته فهو آمن صح. فهو حتى هو انصدم من الشهاد انصدم يعني من حط له الله عليه وسلم هذا المكانة. فلذلك نجعل للآخرين في قلوبنا مكانة صح. في مجالسنا مكانة نرفع من قدر الآخرين حتى أنت حنا نسمو
أبو إبراهيم ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. الله. فما يعني يعني وش تبي من أكثر من هذه؟ ويجب على الإنسان أن ينعكس دينه وتعامله زي ما قال الأخ فالح. بعض الناس يكون يعني راعي قرآن وراعي صلاة وراعي عبادة لكن الخلق تعامله ما في أخلاق. وهذا العبادة خاصة فيك أنت بينك وبين ربك ولك شخصيا. أنا ما تفيدني عبادتك بشيء وأنا ما أفيدك بعبادتي بشيء. فإذا ما انعكس احنا نقرأ القرآن احنا كلنا مسلمين وهل توحيد وهل طاعة نقرأ آيات القرآن وش أثرت فينا قصة يوسف لما عفى عن إخوانه ودفع بالتي أحسن وش أثرت ودفع واصفح الصفح الجميل آيات ما تعد ولا حديث اللي قرينا. فإذا الإنسان ما انعكست عليه ما ينفع كلامه ولا يفيد. صحيح. يقول لا سمعت الحدس وهم جلوس يبهرك منطوقهم سنه درر. لا سمعت الحدس وهم جلوس يبهرك منطوقهم سنه درر ان بغيت الوعظ يعطونك دروس بين يدينك حطه والشمس وقمر اقنعتهم تنكشف عند الفلوس والفلوس تغير نفوس البشر. صحيح. احسب اني عارف بطبع النفوس ما حسبت حساب طعنات الظهر كل يوم تعطي الدنيا دروس من تجاري بالزمن فيها عبر ليتني من أول بعقلي يقوس قبل غوصي في مغبات البحر العذر يسنيني الأيام موس حتى هليحت خصلات الشعر. حتى هليحت خصلات الشعر. صح صح الله يسلم. جميلة حقيقة. وان دائما جميل وبياتك جميله. الله يسلمك ما عليكم زود كلكم ومعبره ما شاء الله. جزاك الله خير. ومن تجارب الحياه لا شك لسان مثل ابو ابراهيم الله يطول عمره على طاعته وياك. من تجارب الحياه هو يصنع الشعر. اكيد الانسان جرب في الحياه. صح. فالحياه علمتنا ودرستنا وبتربيتها لنا احنا تعلمنا في البيوت. وبالحياة تعلمنا في الخارج فتعلمنا معاملة الآخرين كما ورد في الحديث مع الحديث الدين المعاملة. صح. الدين المعاملة. صح. العمل الحسنة هو أنت تسمو بها والدين من الدين المعاملة. لو كان الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لو ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب خلق الصحابة أصحاب خلق التابعين أصحاب خلق تابعيهم أصحاب خلق لما انتشر الإسلام إلى عصرنا هذا فتحوا بلدان الشرق بدون قتال. من هم؟ التجار. راحوا شايف بالأخلاق بالمعاملة بالأخلاق والقدوة يعني كانوا فعلا نعم سفير للإسلام والمسلمين مؤثرين. نعم صحيح. فأنت أخي المشاهد أنت سفير للإسلام في أي بلد كنت. صحيح. أنت سفير لبلدك في أي بلد كنت. أنت سفير لقبيلتك في أي بلد كنت. أنت سفير لأهلك في أي مكان. وكذلك أنت بنفسك تعكس للآخرين أخلاقك ومعاملتك. فإذا رأوا فيك الأخلاق غير المسلمين هم يأتون ويدخلون في الإسلام. يعني أشياء بسيطة أنت ما تشوفها شيء يعني تشوفها يعني ممكن معاملة بسيطة يسمونها يا بنايف الدعوة الصامتة. صحيح. الله الدعوة الصامتة. صحيح. الله أسلم عندما كان عجوز تمشي وتشيل على ظهرها حطب فجر الله أسلم فحمل عنها هذا الحطب كبرت في السن فحمل عن هذا الحطب فهي شافت من هذا شيء عظيم ما في أحد يعني يساعدها. فيوم أنه نزل عند بيتها وش قالت له؟ قالت والله ما عندي ما أجزاك به ولكني أبا أنصحك نصيحة. قال هاتيها. فقالت إن فيه رجل يقال له محمد صابئ كاهن ساحر كذاب بريء صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات السيئة ولكنها تسمع هي من الناس
فعيبنا ان نسمع ان فلان في 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 احنا ما جلسنا معه ولا خاويناه ولا. فقال تعرفينه؟ قالت ترى والله ما اعرفه. قال هو انا. لا اله الا الله. فتعجبت قالت والله ان هذه الصفات ما تنطبق على عليك. على ما سمعت. اي نعم. لانها شافت جميع المشركين فيهم كبر وفيهم شوفة نفسهم كذا ما يرونها شيء. فدعاها الاسلام فاسلمت. شفت معامله بسيطه. ابو فيصل الله يسلمك. انا بس بورد قصه بسيطه من الطرائف اللي فيها في عن ابي هريره رضي الله عنه. رضي الله عنه. امه طبعا غير مسلمه. ف سمعها تدعي على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها ما تبي بهريرة يروح معها أو ينشغل فيه. صحيح. فحز في قلبه وفي خاطره وفي نفسه أن والدته تدعي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح. فراح يخبر النبي مثل اللي تأسف ويطلبه أنه مثلا يسمح ويصفى عنها. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه ما حصل وقال يا رسول الله ادع لها، ادع لأمي بالإسلام بالهداية. فدعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجع أبي هريرة إلى والدته فيوم جاءها سبحان الله العظيم إلا هي ما فتحت لها الباب تقول انتظر إلا هي تغتسل. الله أكبر. الله أكبر. الله أنزل عليها الرحمة والاعتراف بالإسلام والهداية والهداية. الله أكبر. فيوم فتحت الباب بشرته إنها أصبحت من الله. فرجع فرحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى وباستجابة الدعوة لوالدته ولدخولها في الإسلام بيطمن قلبه. ففاز بالثنتين في إسلام والدته وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قصة تضرب للأجيال كلها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه بس من القصص الطرائف اللي في جانب التعامل الحسن والأخلاق الحسنة. وما بالك عاد زي ما قلت بالوالدين، بين الوالدين أمه غير مسلمة هو مسلم. قد يكون الإنسان يقول ما دام أمي ما هي مسلمة يعني أنا خلاص أنا حاولت فيها وأيست وكذا. لا تقنع يا أخي. نعم. ولا تتوقف على جانب معين في الحياة. الحياة مليئة بالعطاء ومليئة بالخير ومليئة بكل الأمور. ما دام عندك عزيمة وإصرار فأنت سوف تحققها وتوصلها بإذن الله تعالى. صح. لا تيأس ولا توقف عند نقطة معينة. صح. حتى تحقق مرادك بإذن الله. صحيح. وأمرك الإسلام برعايتهم حتى لو هم مسلمين. صحيح. أمر الإسلام برعايتهم حتى لو هم مسلمين. لعل الله عز وجل يكتب لهم الإسلام والهداية. يعني سبحان الله العظيم يعني تجد يعني في قصص الهداية لما تشوف أسباب الهداية. يعني كنا مرة في جنوب أفريقيا فأتعجب من عائلة قابلتها الابن عمره 12 سنة مسلم يا الله. والأب والأم ما هم مسلمين. فسبحان الله العظيم تعجب كيف الله عز وجل شرح صدر هذا وصرف قلوب هؤلاء على الإسلام بمسببات. ولكن لعل الله عز وجل يجعل في هذا الابن في معاملته إنه لأهله لعله يجعل فيها الإسلام. فكان قبل في قصة في فرنسا إمام مسجد يحكي لي يقول وقعت عندنا قصة في طفل مسلم معنا في المسجد يقرأ القرآن ويحضر حلقات. فتجيبها امرأة كبيرة تنزل على الباب تجلس في السيارة حتى ينتهي وتأخذه. فسألته قلت أنت تأتينا من حي كذا من حي بعيد عنهم تحضر معنا؟ يقول صلي معنا مسلم. أمك اللي تجيبك مسلمة؟ قال لا. يقول فجاء عندي فضول أني أروح أسألها ليش طيب تجيبه وخلت يسلم وتحرص عليه أنه يكون مع المسلمين. فيقول رحت وسألتها فقالت يعني أنا رأيت المسلمين إذا كبروا آبائهم وأمهاتهم ما يحطونهم في دور الرعاية ودار العجزة. يا الله. فأبغاه إذا كبر لأن دينكم يحث على أنه يقوم على والده حتى لو ما هم مسلمين. فأنا أبغاه إذا كبرت ما يروح نزلني في يا الله دار العجزة أو يسمون دار الرعاية أبغاه يقوم عليه حتى أموت. فيقول دعوتها الإسلام فالله عز وجل شرح صدر الإسلام فأسلمت. فسبحان الله العظيم الناس ينظرون الآن لمعاملة المسلمين لآبائهم، ينظرون لمعاملة
المسلمين لأبنائهم، فالابن يتمنى أنه أبوه مسلم عشان يصير معاملته مثل معاملة هؤلاء، والأب كذلك يتمنى أن ابنه مسلم حتى أنه يصير معاملته شايف مثل هؤلاء المسلمين يوم يتعاملون أباهم ويرجون بهم وجه الله سبحانه وتعالى. فكل منهم يرجي يعني الخلق الحسن ويرجي المعاملة الحسنة سواء الابن أو الأب. أبو ماجد والله ما شاء الله تبارك الله حيرتونا ما شاء الله من من مما قدمته، ولكن ماجد بقي موضوع اللي هو يعني أيضا من حسن الخلق عدم التسرع وعدم يعني إرخاء السمع لما يقول الناس وأهل الوشاية وأهل النميمة ليش؟ نعم. نعم يقول عمر بن الخطاب في هذه يقول عامل الناس بما يظهرون لك والله يتكفل بما في صدورهم بسرائرهم. نعم سرائرهم مالك لزوم فيه، فقد يكون فلان معك أنت أخلاقه غير، لكن مع فلان الثاني بينهم شيء، بينهم شحناء، بينهم على ما قال. فمن حسن الخلق أن تعامل الناس بما يظهرون لك. ويقول معاوية بن أبي سفيان من العقل يعني يقول ثلث العقل الفطنة وثلثينه التغافل. ثلث العقل في الفطنة وثلثين في التغافل. فحري بالمؤمن ألا يدقق ويعني يحنق على أخوانه المسلمين وأن يلتمس لهم العذر وأن يرجو بحسن خلقه، هذا ما عند الله عز وجل وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث ذكرناها قبل شوي، وذكرنا أيضا آيات وذكرنا كلها تؤيد حسن الخلق وشهادة الله عز وجل لرسوله إنك لعلى خلق عظيم. وأيضا الله عز وجل يخاطب رسوله ويقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، مع أنه رسول الله والرحمة المهداة وجاينا بأعظم رسالة. أيضا إلا أن الله عز وجل أخبر نبيه بأن لو كنت على غير هذا الخلق يا محمد قد ينفضون من حولك هالناس دولي. سبحان الله. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا ينفضوا من حولك، تأكيد. نعم. فحريبنا أن نحرص وأن نزرع حسن الخلق والابتسامة والكف الندي وكف الأذى حتى في أبنائنا، لأن أبنائك بيقتبسون منك. الله عز وجل حتى في موقف من المواقف عاتب رسوله، كان يدعو أحد المشركين وأتاه عبد الله بن أم مكتوم أعمى، فالله عز وجل عاتب رسوله عندما عبس في وجه عبد الله بن مكتوم وهو أعمى لا يرى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ذيك اللحظة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في وقت نقاش وجدال مع هذا المشرك، ومع ذلك الله عز وجل حفظ لهذا المؤمن الأعمى حقه وعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة نقرأها إلى يوم القيامة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلهى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. شوف العتاب الرباني حتى لنا درس إذا رأينا ما يعني من إخواننا المسلمين شيء ما أعجبنا فلنتخلق بهذا الخلق. شوف كيف الله عز وجل يعاتب نبيه درس. الآية لو أن نتأملها يا أبو ماجد ولا يهون الإخوان، نعم. تحس أنها تشرح لك الموقف لحظة بلحظة. الموقف حنا نقرأها قراءة عابرة، وهذه مشكلتنا مع القرآن، لأن لو نتدبر كل آية لا فهمنا ماذا تعني،
فهذا شرح الله سبحانه وتعالى شرح للنبي عليه افضل الصلاه والسلام كيف يتعامل مع الموقف وكيف يرحم هذا الاعمى. وفيه درس لنا ايضا كيف نعاتب اخواننا، والا يعني اذا لقيت خطا على اخوك المسلم لا تجي بكل فظاظه، تلمس الحكمه والعقل والتغافل، حتى إذا رأيت الخطأ كامل حاول أنك بعد تغض طرفك عن بعض الجوانب وتعلم من جانب آخر، يعني وبنية وبإخلاص محب الخير ومحب الإصلاح وبعتاب أخوي حتى تدوم المحبة. أنت بعد يا الإنسان لا تجي فظ، وإذا لقيت خطأ من إخوانك وأقرب الناس لك ما صدقت تجي كلك. اي صحيح. وش بقيت لاخوك اللي قدامك من اخلاق حتى انه ايش يستقبل منك؟ ولا يمكن خلقك هذا وفظاظتك وغلظتك هذه تخليه يصر على ما هو عليه. صحيح. ليه؟ عشان ينتقم لنفسه. هذه درس نسأل الله عز وجل أن يهمنا الصواب. والكلام عن المثالية لا يعني أن احنا من أربابها، نسأل الله عز وجل أن يهدينا لخير يعني الأعمال وحسن الخلق. آمين. وصلني رسالة حقيقة، ونشكر حقيقة صاحبها، دائما يمتعنا دائما بكلامه الجميل، وحقيقة ما شاء الله نشكر له دائما مشاركته اللي دائما مفيدة، وهو ابو مشعل من الكويت. ونعم ابو مشعل، الله ومشعل الله بالخير يا ابو مشعل، نايف العنزي ونصب عليه بالخير ونصب على هنا في الكويت بالخير. ويقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام لشخصك الكريم ابو نايف، والسلام الحار لشاعر المجلس ابو ابراهيم والضيوف الكرام. ابو نايف كل يوم تتحفونا بمواضيع مهمه ومفيده، وبمشاركه ضيوفكم نستفيد الاخلاق الحسنه، واحنا كذلك نستفيد منك يا ابو مشعل. نستفيد نضيفكم، نستفيد الأخلاق الحسنة، يقول هي قناديل الخير تنير الدنيا، الأخلاق الحسنة زينة الإنسان وتاج يوضع على رأسه، الأخلاق الحسنة هي مصدر الخير كله، وهي الأساس في نمو المجتمعات والأمم وازدهارها نحو الأفضل، لأنها تسهم في رقي الإنسان ورفعته نحو الأفضل. صحيح. حسن الخلق أحد مراكب النجاة، وحسن المعاملة مرتبطة بالأخلاق. كلنا سفراء لدولنا ومجتمعنا، ويكفي أننا سفراء للدين الإسلامي وجذبهم الإسلام. كفيت موفيت أبو نايف على موضعكم المهمة، أخوكم أبو نايف من الكويت. ونعم. أخوكم نايف العنزي من الكويت أبو مشعل. نشكرك يا أخوي أبو مشعل الحقيقة، ونشهد الله عز وجل في حبك، ونسعدنا مشاركتك الجميلة دائما، ونتمنى يا أبو مشعل أنك حضورك. تأتي حضورك تجي. نعم. ضيف لنا. نعم. أنت خدت قلوبنا ذا الحين وأنت بالرسائل. نسأل الله أن يوفقك وأن يصلح لك النية والذرية. آمين. وأن يغفر ذنبك ويبارك في رزقك.